وفق تحليلي أنه الموضوع يعني لا علاقة له بلواء 30 ولا له علاقة بمسألة دعني أقول الحشود، وإنما الموضوع يتعلق بمحور المقاومة ودعني أقول سوريا. اليوم سوريا موقفها يعني صعب جدا جدا بعد الخناق الاقتصادي التي وضعته الإدارة ترامب على إيران، لا تحصل على إمدادات من إيران، والكل يعرف أن العراق اليوم أيضا يادوب أن يستطيع أن يؤمن الرواتب، حد الآن لا يستطيع، يعني بدأ بالقروض، فوضع النظام السوري بات في خطر. لذلك هناك تسريبات تقول أنه النظام السوري سوف يقوم بمباحثات سلام مع إسرائيل، هذه التسريبات. وهنا إذا ما قلنا النظام السوري ذهب إلى المباحثات مع إسرائيل، معنى هذا أنه لا حاجة للهلال الشيعي، دعني أقول الذي يمر من خلال سهل نينوى ذهابا إلى سنجار. فهنا العملية يعني برمتها سوف المعادلة تتغير برمتها. وأضف إلى أنه القوات التركية بين الحين والآخر، الطائرات التركية كانت تقوم بقصف مدينة سنجار بمواقع حزب العمال الذين موجودين في جبل سنجار، وهذه أيضا يعني عامل مهم كان بالنسبة للحكومة العراقية، حركت بالنسبة يعني لإنهاء هذه التطاولات والتجاوزات من الحكومة التركية باتجاه الأراضي العراقية بحجة متابعة حزب العمال وكثير من الأمور. ولكن بالتالي هذا كما ذكرت لك قرار تاريخي، اتفاق تاريخي مهم كان على الحكومات العراقية منذ 2017 يجب أن تخطي هذه الخطوة، ليس الآن.